لدى تفضل سموه بتكريم الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بإسهامات الصحافة الوطنية في تعزيز مسيرة النماء والتقدم في مملكة البحرين عبر أجيال متعاقبة من الصحفيين وأصحاب الأقلام الذين حملوا أمانة الكلمة ومسؤوليتها وشاركوا بكل إخلاص وتفان في خدمة الوطن. وأكد سموه أن للصحافة والإعلام دورا محوريا في التطوير نحو الأفضل، مشددا سموه على أهمية جهود الصحافة والإعلام في مجال تنمية الوعي والتنوير كأساس مهم لتعبئة جهود المجتمع من أجل المشاركة البناءة في النهوض والتنمية وترسيخ الاستقرار والأمن. وقال سموه إن حرصنا على تكريم رجال الصحافة كل عام هو تقدير مستحق لإسهاماتهم الوطنية الكبيرة وجهودهم المتميزة في خدمة مسيرة العمل الصحفي، وهو رسالة لكل مبدع في مختلف القطاعات بأن عطاءاتهم من أجل نهضة الوطن وتقدمه هي محل تقدير من الجميع. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعايته الكريمة وحضوره الحفل الذي أقامته وزارة شؤون الإعلام صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون لتكريم الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الرابعة. وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الكتاب والصحفيين الفائزين بالجائزة، مؤكدا سموه أنهم يمثلون نماذج مشرفة تعكس ما تتسم به الصحافة البحرينية عبر تاريخها الممتد من كفاءة ومهنية عالية، متمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتوفيق. وأعرب سموه عن اعتزازه بما تتسم به صحافة البحرين من مهنية ومصداقية جعلتها محل ثقة في استيقاء المعلومات والبيانات الدقيقة وتقديم مضمون فكري راق يعزز ثقافة المجتمع وينتقل بها إلى آفاق أوسع من المعرفة. وحيا سموه جهود رجال الصحافة والإعلام وبصماتهم الواضحة في ترسيخ أسس مدرسة صحفية متميزة في المنطقة ونموذجا يعبر عن مدى احترام القيم النبيلة لمهنة الصحافة كأحد أدوات تقدم المجتمعات. وأشدد سموه على أهمية الدور التنموي الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام من خلال تبنيها قضايا المجتمع، واستذكر سموه بكل معاني التقدير والاعتزاز إسهامات الرواد الأوائل للعمل الصحفي والإعلامي في المملكة وأولئك الذين رحلوا تاركين بصمات واضحة وأصبحوا قدوة لمن بعدهم من الأجيال الواعدة التي تسير على درب صون أمانة الكلمة، وأشاد بما قدموه على مدى سنوات طويلة في خدمة الصحافة والإعلام، مؤكدا سموه أن ذلك العطاء سيظل محفورا في الذاكرة الوطنية ودرسا للأجيال الجديدة في معاني العمل والبذل من أجل الوطن. في ظل تحديات داخلية ووسط بيئة إقليمية ودولية مضطربة، تعاملت البحرين بحكمة ورشد ومسؤولية مع الأزمات والتحديات والمخاطر بجميع صورها وأشكالها، وفي مقدمتها محاربة التطرف والإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية. صاحب السمو الملكي، إن الإعلام البحريني وهو يؤدي واجباته الوطنية ويمارس رسالته النبيلة سيظل دائماً مثمناً توجيهاتكم السديدة إلى جميع المسؤولين باتباع سياسة الأبواب المفتوحة، مؤكدين تقديرنا وتمسكنا برؤيتكم الثاقبة بشأن ضرورة الحفاظ على وحدتنا الوطنية وهويتنا الثقافية العربية وقيم التسامح والوسطية والاعتدال، وتلاحمنا مع أشقائنا في المنظومة الخليجية والعربية والإسلامية باعتبارها ركيزتنا على طريق الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. وسيبقى أمن البحرين واستقرارها ووحدتها واحترام قيادتها ورموزها وشعبها وثوابتها الشرعية والدستورية وقيمها الإنسانية والأخلاقية الأصيلة خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو قبول انتهاكها عبر أي منصات إعلامية أو رقمية. وستظل المصداقية والموضوعية نهجنا، ونشر الود والتسامح والسلام رسالتنا، ورفعة الوطن وجميع أبنائه هي غايتنا، وتمسكنا بهويتنا العربية والإسلامية مصدر قوتنا. يسعدني اليوم أن أقف أمامكم متحدثاً في حفل جائزة خليفة بن سلمان للصحافة في دورتها الرابعة. مكمن سعادتي أن هذه الجائزة متخصصة في المهنة الأحب إلى قلبي الصحافة،
وأنها تحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً، الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله، الذي كان طوال مسيرته داعماً للإعلام والإعلاميين ومسانداً للصحافة والصحفيين. ولا أبالغ إن ذكرت بعين الراصد أن ذلك الدعم وتلك المساندة هي ما أوصلت الصحافة البحرينية اليوم إلى ما هي عليه من مكانة مهمة ومرموقة. يتعزز ذلك الدعم وتلك المساندة بهذا الوهج الكبير الذي نتشرف اليوم جميعاً بالمشاركة فيه، جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، بحضور راعي الجائزة ومشاركته شخصياً بتكريم الفائزين فيها، مما ينعكس إيجاباً على أهمية الجائزة وحرص القيادة على دعم أصحاب الكلمة والرأي والفكر والاحتفاء بهم. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أذن خير في حضرة الشعب، كلما دنا منه حباً زاد له عطاءً، يتابع أفراحه ليزيدها، ويسمع همس أنينه ليسارع في رفع الضيم. هو لا يرى في الصحافة منبراً للكلمة فحسب، هي نبض حي ومرآة ناطقة تعكس ما يدور في الشارع من فرح وترح، من إنجازات وأيضاً إخفاقات. شعور بالمسؤولية لا يهدأ تجاه إنسان هذا الوطن في أمنه واستقراره ورفاهه. إن البحرين دائماً وأبداً سوف تكون مكان للأمن والاستقرار، وشعب البحرين دائماً سوف يكون هو خط الدفاع الأول عن ما يحمي هذا البلد ومكتسباته وإنجازاته من كل سوء. سمو الأمير الرئيس رواية لا تنتهي صفحاتها المكتوبة بماء الذهب من الاستجابات لجل ما تعرضه الصحافة، التي غالباً ما تكون أول أوامره لرجاله بمتابعة هذا الأمر أو ذاك قبل أن يدخل إلى مجلسه العامر الذي هو الآخر يعج بأبناء الكلمة والقلم. لقاءات سموه بالصحفيين دائمة، ويحمل لهم كل التقدير والاحترام، وهم مقدمون لديه على سواهم، يدرك تمام الإدراك مدى جسامة دورهم في المجتمع، فهم عنده بمثابة العين الفاحصة لكل ما يعايشه الوطن والمواطن. تعمل الصحافة في البحرين بكل حرية، وهي تعلم أن لها سنداً وعزاً اسمه خليفة بن سلمان. تجوب الأقلام الحرة المسؤولة عوالم الصحافة والاستقصاء والكشف، وهي على يقين بأن لديها في بداية الصف قائداً اسمه خليفة بن سلمان. وما الجائزة الموشاة باسم الأمير الرئيس إلا أكبر دليل على العصر الذهبي لرحلة الصحافة حرفاً وصورة. يطيب لنا أن نخاطب حفلكم الكريم هذا معربين لكم عن عظيم شكرنا وفائق تقديرنا على مبادرتكم الكريمة، ويمثل حافزاً إضافياً لمواصلة المسيرة وتحقيق المزيد من النجاحات انطلاقاً من رؤيتنا التنموية. فجائزة خليفة بن سلمان للصحافة جاءت تتويجاً لكل ما شهدته الصحافة منذ ثلاثينات القرن الماضي تاريخاً إلى حرية التعبير والضمير دستوراً. وقد تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكريم الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة من الكتاب والصحفيين، حيث فاز كل من الكاتب محميد المحميد من جريدة أخبار الخليج عن فئة أفضل عمود صحفي، والصحفي بجريدة الأيام مصطفى نور الدين عن فئة أفضل مقابلة صحفية، والصحفي وليد صبري من جريدة الوطن عن فئة أفضل حوار صحفي، والمصور عبد الرسول الحجيري من جريدة البلاد عن فئة أفضل صورة.
كما تم تكريم عدد من العاملين في الصحف والمجلات الصادرة باللغة الإنجليزية تقديرا لجهودهم في مجال العمل الصحفي، إضافة إلى تكريم سموه للصحفي الراحل لطفي نصر والدكتور عبد الله الحواج الكاتب في صحيفة البلاد والكاتب أحمد جمعة والكاتب عادل مرزوق على مجمل أعمالهم وكتاباتهم وما قدموه عبر مسيرتهم المهنية من أعمال وكتابات وأصدارات متميزة في شتى مجالات المعرفة والتوثيق لإنجازات النهضة التي تشهدها المملكة. وأشاد سموه بجمعية الصحفيين البحرينية وما تبذله من جهود في الارتقاء بالعمل الصحفي، متمنيا سموه للجمعية دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتها النبيلة في خدمة مهنة الصحافة وإعلاء شأنها. وأعرب سموه عن تمنيته للجميع من العاملين في المجال الصحفي والإعلامي بالنجاح والتوفيق، وأن يستمروا في أداء رسالتهم الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ومساندة جهوده في النمو والازدهار. وقد أعرب جمع من الصحفيين والإعلاميين عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بجميع المنتمين لمهنة الصحافة والإعلام، وهو ما يشكل دافعا لهم نحو بذل مزيد من العطاء في خدمة الوطن، مؤكدين أن جائزة سموه السنوية للصحافة أسهمت في النهوض بالعمل الصحفي والإعلامي وأوجدت حالة من التنافس المهني المحمود بين الصحفيين والإعلاميين بغية التشرف بالحصول على هذه الجائزة التي تحمل اسم سموه الكريم. تقديرا واعتزازا من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لأقلام صحفية أبت إلا أن تكون نبضا للشارع البحريني وناطقا بهمومه ومشاكله على صفحات صاحبة الجلالة، فتم تكريمها اليوم بعد فوزها بجائزة سموه للصحافة في موسمها الرابع. جائزة خليفة بن سلمان للصحافة هي عيد للصحفيين والصحافة البحرينية، مساحة الحرية التي أتاح لنا العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك مفدى حفظه الله ورعاه مساحة عالية ونحن جميعا نتمتع فيها، فقط أن تكون حرية تعبير ورأي مسؤولة. لا شك أن هذا التكريم هو تكليف وليس تشريف فقط، وهي مسؤولية مضاعفة لخدمة الوطن والمواطنين. طبعا فوزي بهذه الجائزة أول شيء أنها هي مسؤولية كبيرة على عاتقنا الآن، وفي نفس الوقت هو شرف كبير بأن احنا يعني نحمل اسم سمو الأمير خليفة بن سلمان بهذا الثقل وهذه المجهود. يعني لما نحمل هذا الاسم أو هذه الجائزة باسم هذا الشخص نحس بمسؤولية أكبر. منحي الحقيقة لهذه الجائزة هو وسام أعتز به وأفتخر به، وهو أيضا دين علي يعني، ويضع مسؤوليات أكبر لأن يستمر الإنسان في أول شيء في الكتابة، ليستمر في تقديم كل شيء لهذا الوطن المعطاء. اهتمام سموه بالصحف والصحفيين ليس وليد اللحظة، بل هو أولوية قصوى لدى سموه منحها جل اهتمامه منذ سنوات خلت، فجاءت هذه الجائزة لتكون دافعا للعطاء أكثر والتميز في هذا القطاع. الجائزة تشجع الصحفيين أن يكونون مبدعين أكثر في المحتوى اللي يقدمونه. الجائزة اليوم جائزة نحتفل فيها كل سنة، لأن الجائزة تقوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باسم صاحب السمو، وندل على شيء دل على تقدير صاحب السمو للصحفيين والإعلاميين في البحرين. هذا المحفل وهذه الجائزة رسخت طبعا حضورها بين الجوائز العالمية التي
تحظى بإشادة دولية وإقليمية ومحلية على وجه الخصوص نظرا للارتقاء بالمنتوج الصحفي، وكذلك الدافع والحث على أن يكون القلم دائما حرا ومنحازا للمواطن وقضاياه. هذه الجائزة باتت حلما يراود كل صحفي وإعلامي يتمنى لو يحصلها في يوم من الأيام، ليكون من ضمن القائمة التي نالت شرف الفوز بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة. تأتي جائزة خليفة بن سلمان للصحافة لتؤكد على حرص سموه على دعم القطاع الإعلامي والعاملين فيه وتشجيعهم للاستمرار في العمل الجاد والمتواصل في هذا القطاع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.